ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تعز عبر خدمة أو عبر الفون، ينضم إلينا مجد الدين شكري. إذا مجد، آخر التفاصيل لتحرير منطقة التوحيطة، وما الذي تمثله من أهمية استراتيجية؟ نعم وائل، قوات الجيش بالفعل بدأت صباح اليوم بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة للأطراف الشرقية من مديرية التوحيطة بهدف السيطرة على ما تبقى من جيوب تابعة لميليشيات الحوثي في المناطق الشرقية، وأيضا قد تتوجه هذه القوات باتجاه المناطق الشمالية من مديرية التوحيطة. بحسب مصادر عسكرية تقول أن القوات، قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة، تنفذ هذه العملية بدعم كبير من قبل قوات التحالف العربي، ويتمثل هذا الدعم بتوفير غطاء جوي كثيف وأيضا قصف مدفعي على مواقع وأيضا تحركات ميليشيات الحوثي. ربما الهدف من هذه العملية العسكرية وائل هي أو هو ربما إبعاد مواقع أو ميليشيات من المواقع القريبة من خطوط الإمداد التابعة لقوات الجيش الوطني ولقوات التحالف العربي في الساحل الغربي، وأيضا ربما إبعاد الميليشيات عن المناطق المأهولة بالسكان شرق وشمال مدينة التوحيطة. طيب مجد، بحسب المعلومات التي لديك، هل لهذه العملية العسكرية أن تمتد للسيطرة على ميناء الحديدة ومدينة الحديدة تحديدا، أم أن هناك عملية عسكرية أخرى ستقوم هي بالمهام هذه؟ نعم، يعني حسب المعلومات الأولية وائل التي وردت إلينا، فإن هذه العملية فقط تشمل السيطرة على مدينة أو ما تبقى من مواقع الحوثيين في مديرية التوحيطة، لكن عملية السيطرة على مدينة وميناء الحديدة ربما هي معركة مؤجلة، وهذا ربما يعود لأسباب كثيرة، منها الضغوطات الأممية على قوات التحالف وأيضا على قوات الحكومة الشرعية بربما تأخير هذه العملية، وأيضا هناك انتظار لما ستقضيه المشاورات والمفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي مارتن جريفيث مع الأطراف السعودية وأيضا الأطراف التابعة للحوثيين والحكومة اليمنية بشأن ربما تسليم مدينة الحديدة بشكل سلمي، يضمن ربما عدم استهداف المدينة وأيضا عدم استهداف المدنيين وعدم أيضا تفاقم الوضع الإنساني داخل هذه المدينة. شكرا جزيلا لك مراسل غد مجد الدين شكري على كل هذه المعلومات، مراسلنا من تعز.